بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. مباراه جميله، متعه لا ينقصها اي شيء، سواء تواجد رياض محرز جوه الملعب. مباراه جميله جدا جمعت ما بين مانشستر سيتي وليفربول، واحده من اجمل المباريات اللي الناس كلها بتبقى مستنياها من اول السنه، لان بعد ما القمه بتاعت ريال مدريد وبرشلونه بدات تفقد جماهيريتها من ساعه لحق كريستيانو رونالدو، الناس كلها بدات تتجه الانظار لناحيه الدوري الانجليزي. ليفربول ومانشستر سيتي، القمه اللي بيجي يتفرج عليها بيبقى عارف كويس قوي هو جاي يتفرج على كوره، جاي يتفرج على جمال، جاي يتفرج على اثاره ملهاش حدود. المباراه النهارده كانت تقدر تقول كده ان هي سهله الشوط الاول على مانشستر سيتي، الشوط الثاني اتصعبت جدا. ايه بقى اللي حصل ما بين الشوط الاول وما بين الشوط الثاني؟ محمد صلاح سعادتك، محمد صلاح الشوط الاول كان مستواه نوعا ما سيء، هو وماني وجوتا، والشوط الثاني محمد صلاح انفجر في وشنا. السنه اللي فاتت كنت قاعد اتكلم على ليفربول ان ليفربول فيها رهان واحد بس هو اللي لسه يوركن كلوب مراهن عليه، وهو محمد صلاح. محمد صلاح اللي بيقدم مستوى ثابت في حين ان ماني تراجع وفيرمينيو تراجع غير طبيعي. فصلاح من السنه اللي فاتت وهو عنده نفس الاسطمبه، لعيب بدا ان يكون عنده مهارات كويسه، بدا يكون عنده فينش عالي جدا. صلاح واحد من افضل لعيبه في العالم حاليا، حبيت او كرهت بس دي حقيقه لازم ان احنا نبقى عارفينها كويس. فصلاح هو العنصر الخطير في ليفربول، اخطر حاجه في ليفربول. حتى لو الشوط الاول مانشستر سيتي بيلعب وان سايد جيم في قلب الانفيلد، السيتي لازم يكون بيعاني. ليه بقى؟ ما احنا ما عندناش فيرود، وكل ما ماتش ليفربول مانشستر سيتي بقول نفس الجمله دي، احنا ما عندناش فيرود، احنا ما عندناش حد بيعرف يسجل اهداف كتير، احنا ما عندناش حد عنده نزاعه هدفيه كتير. جايبين جاكريليتش بيعمل اي حاجه غير ان هو بيصوب على المرمى وغير ان هو بيروح على الجون. يعني جاكريليتش الفرق بينه وبين صلاح ان جاك ممكن يقعد يلعب على الطرف ساعه، انما محمد صلاح بياخد الكوره ويروح يحاول ان هو يسجل، انما الواد جاك ما عندوش الكلام ده. جاك عنده حلقه واحد، اخش لجوه ابص الزميل، ما عملش اي حاجه خالص على المرمى، انا مش جاي اسجل انا جاي اصنع. شفنا شوط اول فيل فودن عمل كل حاجه في الكوره قدام جدو ميلنر، وكمان شفنا برناردو سيلفا وهو بيهين فيرجيل فان دايك الناحيه الثانيه، وصلاح قاعد بيجهز لنا بقى، ما مش هقعد اتفرج على كل ده الشوط الاول، وعصام الشوالي قاعد يقول لجوارديولا الشوط ده غير، لو الشوط الثاني مش هيبقى فيه نفس المستوى السيء اللي ليفربول عليه ده، خد بالك حاول تخطف الماتش بدري. بس مع الاسف عزيزي، في عز ما احنا قاعدين ننقي الكوره ورودري وبرناردو وفيل فودن بيقدموا مستوى كويس، وكمان جو كانسيلو ناحيه الشمال والناحيه الثانيه كايل ووكر ربنا نفع في صورته ومقدم ماتش كويس، الاثنين مساكين. كان عندنا النهارده يعني امريك جنب روبن دياز مقدمين مستوى كويس شوط اول، حاط رجل على رجل كده وبرنس. الشوط الثاني بدا احنا نقعد نتعادل كده، ليفربول واضح ان العيال خدوا كلمتين جامدين من يورجن كلوب، واضح ان الموضوع هيبقى صعب الشوط الثاني. وقاعد اقول حاسس ان احنا هنلبس جون دلوقتي، لقيت صلاح استلم ورا رودري وعمل سرول ماني وجاب جون. مش دول اللي كانوا نايمين الشوط الاول؟ اه بس هم كده هم تارجت شغالين على الجون 10 على 10، ما بيقعدوش يستلموا على الطرف زي اللعيبه بتاعتنا. الماتش صعب صح؟ الماتش بدا ان هو يتصعب جدا، و مفيش اي حاجه عندنا على الدكه ممكن تقول ان احنا ممكن نغير غير رياض، لان احنا عارفين كويس قوي ان من ساعه ما جاكريليتش ما جه واحنا نقلنا اللعب كله ناحيه جاكريليتش وناحيه جو كانسيلو، فاحنا مش جايين النهارده نلعب على نقطه ضعف ليفربول. كده كده ليفربول عندهم مشكله من ناحيه ترينت الكسندر ارنولد وقدامه هاندرسون وقدامه صلاح، الناحيه دي كده كده بيعانوا فيها دفاعيا. فاحنا جايين الماتش ده خلاص احنا لعبنا كله مرسوم ان احنا هنلعب ناحيه الشمال اللي فيها جاكريليتش واللي فيها كمان فيل فودن بيتطرف واللي فيها كمان بيجي لهم من تحت جو كانسيلو. دي حاجات ثوابت بالنسبه لنا، يعني ما غيرناش طريقه لعب علشان خاطر ليفربول، وليفربول النهارده ما واجهش مشاكل قدام السيتي، ليفربول بيواجه مشاكل قدام اي فريق في انجلترا بسبب الناحيه اليمين، فالموضوع بتاع الناحيه اليمين بتاعت ليفربول كانت حاجه عاديه ومنطقيه وطبيعيه جدا. ايه يا عم الحاج هنغير بقى رياض محرز؟ الجمله بتاعتك الحمضانه بتاع ان انت بتحضر لعب ناحيه الشمال وتلعب عرضيه لجابرييل جيسوس او كيفن دي بروين الناحيه الثانيه ما بتجيش، نغير بقى ونفهم. حتى جات لكيفن واحده طلعها فوق العارضه الشوط الاول، نبدا بقى نفهم كده ونغير وننزل رياض محرز ونحاول ازاي يخلي ربنا ندخل جيسوس جوه او ننزل فيران توريس اللي انت مره واحده غلطت عنه؟ لا مفيش، هنقعد نصبر يمكن ربنا يفرجها ونسجل هدف التعادل. وفعلا جابرييل جيسوس بيشرخ بواحده من ناحيه اليمين بيلعبها يلا على الشمال اللي بيدي الفيل فودن، لا ده اسف ده هو خدها من ناحيه الشمال من ناحيه روبرتسون، خدها وخرم بيها ولعبها الناحيه الثانيه وسجلنا الهدف الاول. في عز كل ده بقى نزل الفرخه الذهبيه او البيضه الذهبيه بتاعته رحيم ستيلينج علشان خاطر هو شايف حاجه في رحيم احنا ما فيش اي حد شايفها، طلع على جاكريليتش ونزل رحيم. ما ممكن نسجل الهدف الثاني؟ والله وارد، بس احنا بدانا نمسك الكوره وبدانا نظهر الشوط الثاني كويس لحد ما جت اللقطه بتاعت جيمس مينر، ولقطه جيمس مينر دي منتهى القهر اللي في عالم كره القدم لما تلاقي ان في لعيب لازم يطرد بس اللعيب ده بيلعب في ليفربول او بيلعب في مانشستر يونايتد. مش هيطرد، ما ينفعش يطرد في كومه.
نكمل. جوارديولا قعد فرد نفسه خلاص الماتش خلص. نسكت بقى بعد كل ده؟ لا، ابو صلاح يقول لك تعال انت مش يا ابني، انت رقصت فيرجيل فان داك الشوط الاول، تعال مش هزرت انت مع فيرجيل، تعال خدهم كلهم على الخط ودخل حط الثاني. الله عليك يا ابو مكه لما تقلب ميسي في نفسك. ابو مكه بيسجل حته جون، لولا ان الواحد بيتفرج على الجون ده في ماتش مانشستر سيتي كنا قمنا وسقفنا. بس مع الاسف الواحد حط ايده على دماغه من ساعه الكره ما جت لصلاح. اول ما صلاح ما سجل يا ابن اللعيبه ابو صلاح بس ده فعلا مشجع. لا ما ينفعش الكلام ده. خلاص اتغلبنا كلنا، قعدنا كده. حتى جوارديولا قعد يتكلم مع اخوان ماليه وكل شويه يلقح اي حاجه على يورجن كلوب، بتكسبوا التحكيم انتوا وقاعدين بقى ساكتين وخلاص الماتش خلص بالنسبه لنا. ونلاقي ان كايل ووكر طلع في واحده كده والكره بتلعب عرضيه، كايل ووكر بيفوت وبيعمل فينت، وبعد كده بنشوف ان كيفن دي بروين استلم وشاط وجت في ماتيب وسجلنا الثاني. الله اكبر، نقفل بقى على كده، مش عايزين اي حاجه في الدنيا ثاني، لان احنا كده كده مش هنجيب الثالث. رحيم مش ربنا ينفخ خسرته فجاه وهيسجل هدف، دي حاجه صعبه. ده حتى الكره اللي جات له في الدقيقه 90 بصراحه رحيم يعني في عز كل الاثاره دي ما ينسيش ان هو يفكرنا ان عنده جانب كورما دي، اللي هو رحيم عايز يلف بس مش عارف، اللي هو بيستلم بضهره وعايز يلف بتعمل ازاي دي؟ مش عارف معرفش يعملها خالص، اللي هو حسبي الله نعم الوكيل فيك يا بعيد. وهنا بقى صلاح ايقن اخيرا ان هو يا جماعه عملت اسيست وسجلت هدف، عايزين مني اي حاجه ثانيه بقى يا جماعه؟ خلصنا الماتش على كده، نلم الليله بقى على كده. جوارديولا ما نزلتش راد ليه؟ لا يا باشا، ما انا قلت لك ان هو اساسا فقد الامل بعد ما بقت 2-1، ده هو اساسا قاعد مع اخوان ماليه ويتكلم في اي حاجات بعيد عن الماتش خالص، ونسي ان هو عنده تغييرين. يعني جوارديولا خرج بعد الطرد وبعد الهدف الثاني ليفربول، جوارديولا كان خارج من الماتش خالص. الهدف الثاني ده جه عشان خاطر عندك لعيبه مش عايز تخسر ماتشين ورا بعض، لا اكثر ولا اقل. والشوط الثاني يحسب ليورجن كلوب ان هو رجع لعيبه ما كانوش حاضرين الشوط الاول للشوط الثاني. بس بصراحه الزياد البشري عند ليفربول في معاناه وفي مشاكل غير طبيعيه، لان فيرمينيو حتى بعد تغييرته وجوتا، لان في مشاكل حتى لما قرر بصياعه ان هو يطلع ميرنر وينزل مكانه جوميز، شفنا ان التغييرات ما بداتش ان هي تفرق. عكس مانشستر سيتي اللي بيعاني ان هو ما عندوش فيرود، يعني المباراه دي مفترض ان السيتي كان خلص الشوط الاول، بس عشان ما عندناش سترايكر فاضطرينا نستنى الشوط الثاني. الشوط الثاني كده كده ليفربول مش هيكون سيء زي الشوط الاول، ولقينا المر وكره جميله جدا الشوط الثاني كلنا شفناها واستمتعنا بيها. ولو يا عم تخور نقطتين، احنا كده كده غلبنا الماتش اللي فات قدام باريس سان جيرمان وعملنا كره جميله، بس ما استمتعناش كده. انما احنا النهارده استمتعنا ولقينا في كره جميله جدا النهارده، ومش مهم يا عم النقطتين. فداك يا عم، فداك ابو صلاح النقطتين يا ابو مكه، فداك يا غالي. بس الحمد لله ما خسرناش الماتشين ورا بعض. والى هنا عزيزي نوصل لنهايه هذا الفيديو. ان عجبك اعمل لايك وكان بيها، ان لم يعجبك فاعتبر رحيم ستيلينج وحاسب عليه، واقعد قول حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا رحيم. يلا عزيزي الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. مان اوف ذا ماتش بالنسبه لليفربول طبعا ان هو يكون صلاح، واحد من اسوء اللعيبه جوه ملعب ليفربول. اعتقد ان هو ساديو ماني لولا تسجيل الهدف كان ساديو واحد من اسوء اللعيبه. افضل لعيب في مانشستر سيتي هو كيفن دي بروين، واسوء لعيب طبعا هو رحيم ستيرلينج حتى لو نازل بيلعب دقيقتين، واحد من اسوء اللعيبه عندنا في الفريق. وحسبي الله ونعم الوكيل في بيب جوارديولا ان هو بيحبه، وحسبي الله ونعم الوكيل من الاعلام الانجليزي ان هو بيطالب ان رحيم ستيرلينج يكون اساسي. تخيل رحيم ده اساسي، يلا هي معاناه غير طبيعيه في المشاهد. هبدا هذا الرحيم ده حتى لما بيقول لك هيمشي يقول لك يا برشلونه اللي هو انت قدر، انت قدر يا ابني اللي طالع في البخت. بس الحمد لله رب العالمين، ان شاء الله يتصاب اصابه طويله ونخلص منه الى ما لا نهايه. ولا هنا ان ننتهي بهذا القدر عزيزي. انا عجبك برده ما تنساش اللايك، وان ما عجبكش اشتم براحتك زي ما قلت لك.